النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في المسند بإسناد حسن عن رجل من الصحابة قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تابعته وهو يصلي، فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني. ولذلك في حديث أبي هريرة عند الترمذي أن رجلا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ذات ليلة. ولذلك في حديث أبي موسى بهذا النص دعا عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي في ديني، ووسع علي في ذاتي، وبارك لي في رزقي. وانظر، قال: اللهم اغفر لي ذنبي، وفي الرواية الأخرى: وأصلح لي ديني، لأن هذين مرتبطان، ووسع لي في داري في بيتي. وأيضا يشمل الدار هنا القبر، توسعة القبر، وبارك لي فيما رزقتني، وفي الرواية الأخرى: ووسع علي في ذاتي، ووسع لي في ذاتي. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يزكي ذاته وأن ينميها بالأخلاق والأعمال الطيبة يدعو الله عز وجل، فهذا دليل على هذا الأمر. وليعلم أن هذا الحديث ليس خاصا بذكر بعد الوضوء كما يظنه البعض، لا، هذا شامل بدلالة الأحاديث التي مرت معنا مرة وهو في الصلاة. ولذلك حديث أبي موسى قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، يعني بماء، وتوضأ وصلى ثم دعا، فهذا في كل وقت تقول هذا الدعاء. ولذلك عند الترمذي لما سئل عنه عليه الصلاة والسلام عن هذا الدعاء قال: فهل رأيت أنها تركت شيئا؟ قال: فهل تركنا شيئا؟ يعني لم يتركنا شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا وقد تضمنه هذا الدعاء أو هذه الكلمة.